حبيبي منصور، تعرف كيف كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن الله إذا أراد أن يتكلم بهذا القرآن ترتجف السماوات، فلا يبقى عليها ملك إلا وخر ساجد لله كلهم حتى جبريل، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيتكلم الله عز وجل ويوحي إلى جبريل بما شاء، فيأخذ جبريل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلما مر على ملأ من الملائكة يقولون يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، ثم يردون وراءه قال الحق. كلما مر على ملأ إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أتى ونحن نقرأ هذا الكلام، يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل متصدع يخشى خشية الله. شيخ عبد الله سبحان الله، هذا القرآن قد سمعه الجن فآمنوا بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والله عز وجل يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الله. لذلك لما سمعت قريش لما أنزل القرآن فسمعت أن القرآن أنزل على محمد فقالوا أخذوا يتداولون الخبر فقالوا ما أنزل القرآن على محمد إلا ليشقى ليكون شقي، فأنزل الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. شيخ عبد الله المشركين يقولون لماذا الله يعذب محمد ينزل عليه الآية تلو الآية تلو الآية، لماذا لا ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. شيخ عبد الله، الإنسان إذا أراد أن يتاجر مع الله عز وجل فليقرأ كلام الله. تجارة لن تبور. الله عز وجل يقول تجارة لن تبور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. شيخ عبد الله، الله عز وجل قد ذكر آية في سورة الأنبياء، والله هذه الآية كلما أقرأها أتأثر منها كثيرا. الله عز وجل يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم
أفلا تعقلون. العلماء يقول معنى فيه ذكركم أي فيه شرفكم يا الله وفيه عزكم يا الله وفيه رفعتكم في الدنيا والآخرة، أفلا تعقلون. شيخ عبد الله باختصار، القرآن شفاء للأمراض المعنوية وللأمراض الحسية. الله عز وجل يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أختم الشيخ عبد الله وأختم لمن أراد أن يستقيم على أمر الله أن يتمسك بهذا القرآن. الله عز وجل يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.